أرجح بيانيتش اللاعب الذي سيتكلم في تسديد هذه الكرة. نعم نعم هو بيانيتش صاحب الاختصاص. من يستعد؟ لحظة التركيز، عينك على الشباك يا بيانيتش، يركز عينه على الشباك. بيانيتش يتقدم، بيانيتش الهدف الأول. أخيرا يأتي الهدف لفائدة روما عن طريق ميرلان بيانيتش. هذا اختصاصه، هذا اختصاص روما. سجل 6 أهداف روما من ركلات حرة. هذا هدف 7 كذلك من ركلة حرة عن طريق لاعب بيانيتش، سجل في الأسبوع الماضي أمام باليرمو في رينزو باربيرا. يا لروعة الهدف، يا لجمالية اللقطة. بيانيتش سددها، وهذه صعبة عليك يا سوكوروفسكي، خذها عندك في الشباك. روما يتقدم 1-0 في الدقيقة 55. شوف ردة فعل بيانيتش. إذا هنا نستعد لمتابعة الركنية لفريق روما. صعود مجموعة من اللاعبين، 4 لاعبين داخل المنطقة، هذه ترفع خطيرة خطيرة. جول ديروسي ديروسي ديروسي، يحتفل بمباراته رقم 500 على أفضل نحو بهدفه الثاني لفائدة روما في لقاء استثنائي، في هدف استثنائي، في مباراة استثنائية. هي المباراة 500 تسجل فيها ديروسي أمام فرحة الأنصار. شوف الإعادة، شوف ارتقاء ممتاز لديروسي بضربة راسية. وين المراقبة؟ وين التغطية؟ وين اللاعبين على القائم؟ تركوا ديروسي بهذا الارتقاء، يلزم الحارس سوكوروفسكي. 2-0، قلت لكم بان هدف العميرة لبيانيتش سيغير الشيء الكثير. مرسيدس اوسان التركي، لمن يا اوسان؟ يغير تماما حتى لوكادين. تبديلات روما همت بالاساس خط وسط الميدان، لانه فعلا روما كان يحتاج للاعبين ذو طراوه بدنيه عاليه. شيرفينيو يهرب، شيرفينيو يهرب، شيرفينيو يهرب، هذه عرضيه. الجولة المصرية تنجح في إضافة الهدف الثالث، ثلاثية لأبناء العاصمة. وكم هو جميل أن نشاهد المصري محمد صلاح، نعم، ينجح في تدوين الهدف الثالث بعد عرضية مثالية إفوارية عن طريق شيرفينيو. يأتي الموعد يا صلاح، يأتي الموعد مع الأهداف، يأتي الموعد مع الشباك. شوف التمرير، شوف الباص لنايجولان، افتح المجال لفواري. هنا لعبة إفريقية إفوارية مصرية في الشباك إمبولي من شيرفينيو للصلاح. هذه في الشباك يا سوكوروفسكي، هذه صعبة عليك، هذه صعبة أمام المصري، خذها عندك في الشباك. صلاح عازم على الأهداف، صلاح ومسلسل الأهداف. هذا هو الهدف الرابع لمحمد صلاح في مشواري مسابقة دوري أبطال أوروبا. وروما أكيد ينافس على واجهة الشامبيونز ليج الأوروبية كواحد من ممثلي الكرة الإيطالية في مسابقة الشامبيونز ليج. وأكيد الجماهير الإيطالية سئمت من الانتظار، متى يتوج أحد الأندية الإيطالية بلقب دوري الأبطال. ولدينا تسديدة، جول جول، إمبولي ينجح في تقليص الفارق. نعم، إمبولي بعد مجهودات يتمكن عن طريق لاعب بوشيل من تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق. تسديدة رائعة جدا، والكرة هنا في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس تشيزني. شوف الإعادة، أعتقد المسها تشيزني، أعتقد المسها تشيزني السريع لبوشيل في الشباك الرومانيستا. 3-1 بعد أن كانت